الو، السلام عليكم. وعليكم الو، السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ الله اخبارك ايه؟ يسلم عمرك. الحمد لله كله تمام. قعدت كتير على الويتنج على فكرة. والله كان معايا مكالمة وقعدت كتير بقى، معلش انا اسفة جدا. معلش، وده ولا يهمك، فتحتها اتفضل، نورتني، اتفضل معايا. في رؤية شفتها من كام يوم. خير ان شاء الله. شفت ان اخواتي الصبيان اللي هو احمد ومصطفى في السن عني، يعني انا عندي حاجه و40 سنه، هم عندهم حاجه و50 سنه، تمام، العمر كله ليكو. والله يخليك، وهم اصلا كده عايشين يعني على قيد الحياه، تمام. وجاوا جايبين فلوس وحطوها في كتاب والدتي تحت شقه والدتي، جايبين شنطه فيها فلوس. تمام. المهم عرفت مكان الشنطه، عرفت مكان الشنطه، قمت خليتهم سهلتهم وخليتهم دخلت حد جوه في الاوضه عشان اخد فلوس واسرقها يعني. تمام. فسرقت فلوس في سرقت فلوس من الشنطه، وخدت خدت لوكشه فلوس، سرقتها. تمام سرقتها يعني سرقت فلوس تمام بس ما اعرفش عدد كام. ونزلت الشارع تحت وقلت عايز اشتري ايه؟ اشتري ساعه موبايل، اللي ساعه اللي هي الذكيه دي، ساعه الذكيه دي، ساعة ايه؟ ساعة ذكية اللي بتاعت الموبايل، ساعة. تمام. فقلت اشتري ساعة، فالمهم ايه، بعت الفلوس لقيته ب 1800، بس طيب لقيته ب 1800. تمام. فدخلت على المحل بتاع الساعات، فبقول عايز ساعة موبايل بكام عندك؟ قال لي مش عندي الساعة ديت، هتلاقيها في محل جنبنا. فببص كده قلت له طب ممكن تسوى كام؟ قال لي ممكن تسوى 1500 وفي ب 3000 ونص. تمام. فقلت له خلاص، انت خدت بعضيها ومشيت. فاخواتي الصبيان كانوا رجعوا يبصوا في الفلوس تاني، لقوا ناقصين، بس ما اهتموش بالموضوع، قالوا مش مشكلة، ما عرفوش مين اللي سرق الفلوس، تمام. بس وخسرها كده. طيب، العلاقة ما بيناتكم مش عارف في فيها قلق شوية؟ لا مش انا ولا حاجة، كويسين مع بعض الحمد لله. الحمد لله. بس أنا شايفة إن في حضرتك في حاجة داخل فيها وهتخبيها. طب السرقة وحشة في المنام ولا حلوة؟ طيب الإيه؟ السرقة في المنام وحشة ولا حلوة؟ حلوة جدا، يا ريتنا كلنا نبقى حرامية في الرؤى. حلوة جدا. طيب طب ماشي، يعني بعد أنا كده ولا ايه؟ بشجعكم غورة علني على السرقة. طيب ماشي. لا، السرقة حلوة قوي 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 في الرؤى، لأنها بتبقى أمر حضرتك بتسعى ليه وبتنوله، بس موضوع الوقت بقى هو اللي إيه، موضوع الساعة لحضرتك ما والله في اشتريتهاش. موضوع كده، موضوع ورث خاص بالمجال، احنا عايزين نخبيه عن الناس يعني. هو ده، هو ده هتنولوه. بس هقول لحضرتك على حاجة، هو اتقال لك هنا موضوع الساعة 1500 و3000. 3000 ونص، طيب عايزة أعرف حاجة، 3000 ونص، 3000 ونص. هي اخواتها كام؟ عايزة أعرف التلاتة ونص دول، تلاتة أو اخواتي الأربعة. كام؟ ام عبد الله أربعة، كلهم خمسة، خمسة، خمسة. كلهم خمسة اهو، ايه ده، هي خمسة. فيهم حد تعبان؟ ايه؟ فيهم حد تعبان؟ في واحدة مريضة، ربنا يشفيها في طبعا. واحدة، في واحدة عندها فشل كلوي وبتغسل كده والكلام ده ما كله، فيهم مريضة. واحدة، فيهم واحدة مريضة ظهرت لي. طيب، هو انا يعني انا خلاص انا عرفت كده ايه اللي هيأجل الموضوع شوية. هو الموضوع هيتأجل شوية بس هتاخدوه، موضوع الورش هتاخدوه. دوت، ايه موضوع الورش هتأجل شوية. بسبب اختها المريضة، مش عايزة اوقع التفسير، بس ده اللي واضح لي من الرؤية للأسف. يعني أنا واضح لي من الرؤية إن في حاجة حضرتك عايزين تعملوها وفي الخفا، ومجرد خلاص الموضوع هيتم في حاجة هتوقف الموضوع شوية، بس هتاخدوه، هتاخدوه، لأن 1800 إتمام. اتنين عمر. طبعا إتمام طبعا، عشان الرقم 8 اللي ظهر في الرؤية ده. ربنا يشفيها ربنا، لو انتوا تقدروا يعني تعجلوا الموضوع في يمشي ان شاء الله، يعني لا ايه؟ الموضوع يمشي ان شاء الله. هيمشي. طبعا هيمشي، بس زي ما قلت بإذن الرحمن، بس زي ما قلت لحضرتك، لو في نقدر نعجل بالموضوع من دلوقتي ما تتأخروش. ما بنعدي فيه من دلوقتي والله، يا ريت يا ريت. وخلاص كلها كام شهر، ممكن ان شاء الله موضوعنا
ايه؟ عامة احنا المدام بتقول بتعمل لهم اشحار وتعطير، مين اللي بتعمل له؟ المدام بتقول لي بتعمل لهم هم اشحار وتعطير. لا هو المشكلة مش في سحر قدامي، انا مشكلة في اختها المريضة. اختار المريضة. طب مش عايز تفسرها عشان خاطر ما يقعش يعني. هو كده طب حضرتك فهمني شوية، بس مش عايزين نوقع التفسير. نعم؟ حضرتك اكيد فهمني، بس مش عايزين نوقع التفسير. ربنا ربنا يديها يا رب. يا رب، اللهم امين. ربنا يديها. طب تمام. في رؤية بس لما ما اكلمك عليها بس، عشان طب الواحد. يلا، في ناس كتير على الويتنج. طب ماشي حاضر هاجي اهو. طب يلا. السلام عليكم دكتورة وعليكم هنيسة. السلام ورحمة الله. معلش، هي رؤيا حلمتها امبارح وعايزة أعرف معناها إيه. طب هي ليا سؤال، انتي معايا على البث ولا لأ؟ أنا معاكي على البث حضرتك، أنا سامعاكي هنا وهنا، طيب. ولسه كنت قافلة في التلفزيون القناة الصاعدة اللي بتيجي، كنت سامعاها قفلتي برضه. بعد ما انا خلصت ولا قبل؟ لا لا، قفلت ما قفلت ما المهم بعد ما سامعاكي خلصت. هعديها لك يا ام عبد الله، اتفضلي. طب اتفضلي خير. حلمت ان انا ماشيه، حلمت ان انا خير الله ما بقيت ماشيه وقت يا رب. الفجر، الدنيا كانت ضلمه، ماشيه في شارع ماما، شارع ماما، انا ساكنه بعيد عن ماما شويه، تمام. ماشيه وشارع فاضي، وفجاه لقيت ان المطر مضطرب، وبقيت افتح ايدي كده كاني بدعي، والميه انا بقت نازله على ايدي، وبعدين الاسفلت لقيته شكله غريب، بقى لونه اخضر كده وبيلمع زي الرصيان، وصحيت من النوم على كده. طب الحمد لله. بس الدنيا ظلمت هو ولا كان الجو ايه؟ هي كانت ضلمة، بس كان نور المحلات والعواميد بتاعت الشارع منورة. واضح واضح. منورة وماشية بس لوحدي بقى، ومش عارفة، وفجأة لقيت المطر مطرت، والأسفلت بقى لونه أخضر وبيلمع كده كأنه زي الإزاز، زي رخام كده، وصحيت من النوم على كده. انت برضه بقى شكله موضوع لونه عامل زي الورث كده. ده، موضوع الورث ده فارق معاكي جدا صح؟ ده هيغير حياتنا 180 درجة، حياة تانية خالص. بس للأسف كل شوية حاجة أهل تقف. بابا يجرون أسحار تعطيل ومشاكل، يعني مش طب خلاص، موجودة بس دعم علشان يعني. انت على البث، خلاص خلاص تمام. طيب تمام. بصي حبيبتي، طبعا هو انا اللي انا شايفاه من الرؤية، طبعا عشان كده انا توقعت ان الدنيا كانت مش بالنهار بالليل. هو الموضوع هيتيسر، يا رب وزي ما الحمد قلت لله. لكم التحذير بتاع الرؤية الأولى، لو عجلتوا بالموضوع من بدري هيخلص على طول ومش هيقف تاني. يا رب. بس مفيش طب ساحر في الرؤية، برضو تاني مرة أقولها لك، الرؤية دي مش موضحة لي برضو أسحار، لا دي ولا اللي فاتت. اصل انا ماشيه على الاوراد دلوقتي، وماشيه على افكار واوراد، فدي حلوة من أوي، دلوقتي مسهله الدنيا معايا حلوة أوي، ما يعني. شاء الله ما شاء الله. طبعا وبس مثلا هو حتى كمان انا ظهر لي الاسفلت الاخضر ده، ان شاء الله هو ده يعني ايه، انا دايما اللون الاخضر دايما بيدل على الدين والاذكار والحاجات. انت ماشيه بقى على خطى القران، امشي. وان شاء الله انا عماله بقى كتير والله، عجلي بس وبثق ربنا بالموضوع فيه. شويه، عجلي بالموضوع شويه وان شاء الله يتمها لكم على خير يا رب.